السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل كيكة البرتقال، يا رب تعجب. معايا كوباية سكر، كوباية عصير برتقال، كوباية سمنة على زيت، كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين صغيرين بيكنج باودر، ده معلقة كبيرة بشر برتقال، 3 بيضات، باكو فانيليا، وهنا 2 دقيق منخولين وعليهم 2 صغيرين بيكنج بودرة. دلوقتي هنحط المكونات السائلة دي كلها مع بعض في الخلاط، نضربها في الخلاط، وبعد ما نضربها في الخلاط هنيجي نحط عليها الدقيق ونقلب كويس وهوريكم. خلاص ضربت كله في الخلاط، هنحطه بقى في بولة عندنا وهقلب عليهم الدقيق. هحط الدقيق بقى دلوقتي واقلب، هحط شوية بشوية واقلب عشان ما تبقاش تقيلة. هقلبها وارجع. خلاص كده انا قلبتها كلها، هي خدت 2 كوباية الدقيق اللي انا كنت حطاهم بالظبط وكده قوامها، مش هتقلها كتير عن كده عشان ما تبقاش تقيلة جامد. هحطها في الصينية واوريكم. دي الصينية دهنتها سمنة ورشيتها بالدقيق، هفضي بقى فيها الكيكة. خلاص فضيت الكيكة كده، خلاص خلاص الكيكة كده جاهزة. هسخن الفرن على درجة حرارة 180 وهشوف هتاخد قد ايه في الفرن وهقولكم.